عملته بنتك ده عم جنيدي؟ اهدى بس يا هيمه، بالراحه يا اخويا. انا مش عارف هي عملت ايه، دي جزاتها ان هي عايزه تظهر في احسن صوره علشانك. وهي دي احسن صوره؟ طب يا رب الصوره دي تتحرق. بس بقى بس كفايه، عمال تبهدلني طول ما احنا جايين في الطريق، كفايه. بس يا بنت دخليها جوه، مش عايزه اسمع لك صوت يا بنت. حاضر يا اخويا حاضر. هوينا علمك بقى الحق عليها. انا اله من اول انت ما تستحلش. وانت عندك نقص في الدرس ما تعرفش ايه انت بقى في دماغك، بدور على الحلول اكيد في نقص في الدرس انا ما بقدرش. ايه ده؟ لا ده انت عايز تتربى بقى. تربى مين يا ده انت؟ روح ربي لك حاجه ترفعك، ربي لك شويه سكان ولا كالسيوم. لا انا ما اسمحلكش. ايوه ما اسمحلكش. انت فاكر نفسك ايه؟ انت هنا يا استاذ، انت بيت محترم يعني ناس بتحترمه، انت فاهم ولا مش فاهم؟ بس سكتك خاتم البنت ومن حقك تقول عليها، ها؟ انما غير كده انا ما اسمحلكش. فاهم كاسر؟ افهم كده ان انت موافق على اللي هي عملته؟ ايه عملت كده؟ يعني الحق عليك. ما تمرش فيه يا عم. طب ان شاء الله عندك ما خرجتي، يا تخرجي زي ما انا عايز، زي ما لها خروج بالاساس. انت عمال تشخط وتنطر فيا بأمارة ايه؟ هو ايه اللي بأمارة ايه؟ هو انا كشك السجاير ده انا خطبها. طب تعالى بقى يا سي خطيبها وقول لي. قول له اخبار الخطوبه الجملي دي ايه؟ وايه علاقه ده بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ استنى تعمل ايه اللي انت عاوزه؟ ان شاء الله حتى تنقبها. لما طول ما هي بيتي مش امر الاقي عليها. لا ما ليا وليا، وانا بقول لكم اهو على الله اشوفك يا منى بلبس بره البيت ما كنتش راضي عنه. احنا قلنا ما يصحش بقى ما تجيش نجاملك، قلنا نعملها لك مفاجاه. والله في كل خير. انت اتضايقتي ولا ايه؟ قلت لكم مش هتنبسط، ما احنا مش قد المقام. اخص عليك يا صبريه، ايه اللي بتقوليه ده؟ بالعكس ده انتوا شرفتوني وانستوني ومجيتكم دي على راسي من فوق. اتفضلوا بقى البوفيه. انت هترجع تتكلم في اللبس وتخرج عن الموضوع؟ موضوع ايه اللي خرجنا عنه؟ ما احنا في قلب الموضوع اهو. ماشي يا سيدي، لبسها زي ما انت عاوز. انما تعالى قول لي يا حبيبي، انت خاطب بقالك سنه وثلاث شهور، ايه اخبار الشقه اللي كنت هتبيعها مش عارف؟ واخبار العفش ايه ان شاء الله؟ احنا بقى جبنا جهازها من بدري، انت بقى عملت ايه؟ اخر مره جبت لها هديه كان امتى بقى شملول؟ حاسب لسه جايب لها دبدوب في عيد الام، صح ولا لا يا بت؟ صح يابا. دبدوب بقى عندها في اوضتها جنينه حيوانات، مش اللي بجيب على اغانيه. ايوه ما انا لو كنت لقيت كلاب وحمير ما كنتش اتاخر، بس قلت بقى البركه في عزك. ها؟ شوف بقى يا ابني، انا ما ينفعش معايا الكلام ده، انا صبرت كتير عليك عشان البنت بتحبك، لكن كويس اللي حصل ده النهارده حصل. يعني للصبر هدية قدامك شرط واحد بس، كل حد جادة في موضوع الشقة. ليه يعني وانا ساحر؟ هعمل ايه يعني شهر؟ هسرق سريقة؟ انا ما بقولكش اخلص كل حاجة شهر، انا عايز خطوة بجد. بدل ما انت قاعد تتفسح تروح تدور على شقة، نقي لك حتة عفش عشان تتجوز بسرعة، ساعة ما تتجوز تبقى اشرب وانطر زي ما انت عاوز. خلص الكلام، تصبح زي ما تمسيت. هوينا بقى. شفتي؟ شفتي اخي مشيك مع بتوع العشوائيات؟ اديك اتفضحتي في وسط الناس. بجد بقى هزعل منك. فضيحه ايه بس؟ هما مش بشر برضه. خصوصا ام مرعي دي كانت عايزه تشيلكم على الارض شويه. شايفهم نازلين فيكي بوس، قلت ربنا دي من المحبه. ما تفكرنيش الله يخليك، انا خايفه لا يكون حد فيهم. كملش بجد بقى هتعلمي. طب بقول لك ايه، مش كفايه بقى لحد كده؟ يا ريت بقى تقولي لي اتفضلوا بره، وكفايه لحد كده حبيبتي. يا
يلا يا روحي العشاء جاهز. حاضر حاضر. هي 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 الله، شكل الاكل يفتح النفس. هو انت يا حبيبتي مش لسه واكله كبده من شويه؟ في ايه يا انصار؟ ما تسيبيها براحتها. هما العيال فين؟ ما تعشوا خلاص. تعشوا؟ تعشوا يعني ايه؟ هو ده بيت ولا القنده؟ طب الغدا وما بقيناش نتلم عليه علشان اللي في الشغل واللي في الجامعه، العشاء كمان مش هنتلم عليه؟ دي ما بقتش عينه بقى. ما تزعلش نفسك يا روح، ده ثواني والعيال يبقوا عندك. واخدك كبده على فين يا انصار؟ ناقصه ملح هظبطها، ركزي انت في الجبنه. ما احنا نحط الجبنه على الكبده ملحها هيتظبط. يلا يا هيم، يلا يا حبيبي تعالى اتعشى مع ابوك. ماليش نفسي يا ام. انت ايه حكايتك بقى؟ هو انت لسه زعلان عشان العيله الواطيه دي؟ يا ابني انت ربنا عمل لك الخير، دول البعد عنهم غنيمه. انت عارفه يا ام انا ايه اللي مضايقني؟ كلام جنيدي وعزت صح. قطعوا الاثنين، هما كانوا طولوا النسب ده. يا ام انا لو حطيت نفسي مكانهم حاليهم بيتكلموا صح يا ام. ما تيلا يا انصاف، ما تجيب العيال بقى يلا. يلا يا حبيبي يلا احسن ابوك يزعل بقى. والنبي يا اما بلاش، هيقعد يسالني ايه اللي حصل النهارده في الصندوق ويضايقني. انا عايز اقعد مع نفسي شويه. طب عشان خاطر انا ما تكسرش بخاطره، انت فرحان قول للدهيلي العيال نفسه فرح بلمته من الولاد اللي قاعدين بنتعشى، بيقول لهم عيني جمرانه رخمه بالدموع. بص بعد ما ينام انا هنيمه بدري، هنعمل كوبايتين شاي واقعد انا وانت نقلب المواجع على بعضينا. يلا يا حبيبي. مش عايزه اتعشى، عايزه انام، ورايا شغل بكره، قصدي ورايا مدرسه. ولا بطل غلبه يالا احسن، خلي ابوك يعلقك في المروحه وتفضل شلانته كمان. وانت يا اخويا ارحم ودانك شويه هتترش. ايوه عامل نفسك مش سامعني. يا عيال قوم، وستكوا هتخلص الاكل، انا عارفه انت هتشبع امتى، اما تاكلني بقى. ايه الاخبار يا ولاد؟ ما تحكولي عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. ماشي مفيش جديد. وفي ايه؟ دي طريقة تتكلموا بيها مع ابوكو؟ ده انا لو سألت واحد راكب جنبي في الميكروباص عن حاله هيتكلم معايا اكتر من كده. مش مستعبريني ولا ايه؟ ولا خلاص ما بقتوش تحكوا الا لامكو؟ والنبي يا اخويا لا حد بيكلمني ولا بيعبرني، كل واحد منهم في خلو بلاده زمن منيل. اصل بصراحة يعني يا حاج مفيش حاجة تسر عشان تتحكي. ما انا عارف يا اخويا ان مفيش حاجة في حالكوا تسر، بس برضو لازم اعرف، هو ده مش من حقي؟ بالنسبة لي حضرتك عارف البير وغطاه، انا لسه حطاك في الصورة بالنسبة اللي بيحصل. انا بالنسبة لي مفيش جديد، ما رحتش الجامعة وقعدت اذاكر في البيت. كدب في اصل وشك، ده ما سابش التليفون وهيرمي. ما صدقهاش يابا، دي بتكذب، قصدي بتنسى. انا بقى قعدت العب مع ستو وقعدت احكي لها حواديت، مش صح يا ستو يا حبيبتي؟ وهتجيبلي شوكولاته. وحضرتك يا استاذ هيما بيه؟ انا زي الفل يا حاج. النهارده كان يوم من اسعد ايام حياتي. الصبح في صندوق شباب الخريجين الناس قابلوني مقابله يعني زي الفل. الراجل رئيس الصندوق بنفسه اصر يقابلني. يا سلام. هو اول ما قرا المشروع بتاعي انبهر بصراحه، وقال لهم انا عايز اقابل الولد ده. دخلت قابلته في مكتبه، طلبوا لي قهوه على الريحه، بس انا طلبت نسكافيه وهما جابوا لي، ما تاخروش طبعا. وقعد يقول لي شعر يا حاج، قال لي انت بتفكرني بشبابي يا ابني. وبعد جاب صحفية أجنبية عملت معايا حوار بصفتي نموذج للشباب الطموح. وإيه تاني يا هيما؟ كنت حادثة، قابلت البنت منى وخرجنا حاجة خروجة كانت زي الفل. رحنا السيما،